تعالى يا عم حسني نعمل مشروب بتاعنا. احنا عندنا قمر الدين المركز بطعم الجواف زي ما انت شايف كده، وحطيت 5 كوبايات من اللبن، وحط له 1/2 كوباية من قمر الدين المركز بطعم الجواف البطرمان بتاعك اهو، واحط له تلج، واحط له تلج يا حسني، تلج عشان يبقى سموسي بس. اهم حاجه خلاطك يكون بكسر تلج.